إحنا في علاقاتنا الاجتماعية إذا أردنا أن تكون هذه العلاقات علاقات متينة، علاقات سليمة في المجتمع الكبير أو في المجتمع الصغير يعني العائلة، هذه المندوبات وهذه المكروهات، واحد لا يقول شنو قيمة المندوب شنو قيمة المكروه، هو نفس هذا المندوب يبني أفضل أنواع العلاقات الاجتماعية. حقيقة إحنا المسلمين إذا كانت مناهجنا فيها هذه الأحكام، مو أنه فقط كنا نتقيد بالواجبات، لكانت علاقاتنا الاجتماعية، العلاقات الأخوية، العلاقات العائلية على أفضل ما يكون. ما كنت تجد في العائلة مشكلة واحدة. الآن أضرب لكم مثال بسيط جدا، لأن الإسلام شلون اهتم بهذه العلاقات من خلال أحكامه اللا اقتضائية. في هذا الشهر وشهر شعبان وشهر رمضان نحن نصوم طبعا، في هذين الشهرين نصوم ندبا. الدين واضح أن الصيام كم له من الأجر عند الله، كيف أن الصوم يطفئ غضب الرب؟ ولكن لاحظوا هذه القضية البسيطة في الفقه، أنت صائم، الله يدعوك إلى الصيام، النبي صلى الله عليه وآله يدعوك إلى الصيام، ولكن مؤمن يأتي ويقدم لك الشاي، ما يحتاج يدعوك إلى بيته، لا، يقدم لك شاي، يقدم لك تمره، الله يدعوك إلى الصوم، والمؤمن يدعوك إلى الإفطار، تقدم دعوة الله أو تقدم دعوة المؤمن؟ الله نفسه، النبي نفسه يقول ولو أنا دعوتك إلى الصوم ولكن أجب دعوة المؤمن. المؤمن إلى كرامة لا ترد كلمته، المؤمن يفترض إذا قال شيئا أن تفعل ذلك الشيء، الله والرسول يقول أجب دعوة هذا العبد المؤمن حتى إذا قبل المغرب بخمس دقائق، مو فقط يقول أجب. أنت إذا صمت اليوم، أنت صايم، زوجتك قالت تفضل وأكل، ما أكلت، لك ثواب صوم يوم واحد، ولكن إذا أجبت دعوة زوجتك أو ابنك وأكلت، الله يعطيك ثواب صيام 10 أيام. لاحظوا هذه الالتفاتة. وأعجب من ذلك، إذا أجبت الدعوة ولم تقل له إني صائم، ما قلت له، قال تفضل أنت ما أكلت، الله يكتب لك ثواب صيام 1 سنة كاملة.